عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معكم اخر اخبار محترفين والمنتخب الوطني الجزائري. كذلك سنتطرق الى موضوع مهم جدا اعزائي الكرام بخصوص لاعبين مزدوجي الجنسيه، اين راح نكشف لكم عن اسم لاعب جديد قرر تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، وذلك بشكل رسمي بالرغم من انه كان يصرح انه سيلعب لمنتخب فرنسا. راح نشارك معكم اعزائي الكرام شكون هو هذا اللاعب، وراح نشارك معكم علاش كان يصرح بمثل هذه التصريحات. كل التفاصيل راح نتعرفوا عليها. فاذا كنتم تشاهدونا للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. نبداو اعزائي الكرام بالخبر الاول واللي يتعلق بيوسف عطال. يوسف عطال عاد من الإصابة إلى نادي نيس الفرنسي بعد علاج وحصص علاجية كثيرة أجراها في مركز أسبيطار بقطر، وكيرجع قلنا الحمد لله هذا اللاعب رجع وعاد من الإصابة، وإن شاء الله إعلانات الإصابات تبتعد عليه. ولكن للأسف الشديد كشفت لنا تقارير إعلامية أن إدارة نادي نيس الفرنسي تتجه للاستغناء عن اللاعب الدولي الجزائري عطال في نهاية الموسم الكروي الحالي. إدارة نادي نيس أخبرت يوسف عطال أنه خارج مخططات النادي للمواسم المقبلة، والسبب هو كثرة الإصابات التي يتعرض إليها بشكل مستمر. طبعا ينتهي عقد هذا اللاعب مع نادي نيس الفرنسي يوم 30 جوان 2023 وسيصبح لاعبا حرا ويمكنه التوقيع في أي نادي. وإدارة نادي نيس أخبرت اللاعب أنها لن تحتفظ به وليس ضمن خطط النادي، وكذلك بإمكانه الرحيل. اللاعب حرفيا 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 دمرته الإصابات، لعنة الإصابات سلطت على هذا اللاعب بشكل متكرر حتى دمرت له المشوار الرياضي نتاعو. هو نعم مازال يلعب كرة القدم، ولكن اعزائي الكرام واحد المرات يعني نادي توتنهام كي كان يدربه جوزي مورينيو كان مهتم بهذا اللاعب وحاب يجيبه، ولكن بسبب الإصابة يعني جوزي مورينيو اعزائي الكرام آنذاك كي كان يدرب نادي توتنهام يعني تغاضى عن هذه الصفقة ولم يتعاقد مع يوسف عطال. فللأسف الشديد اللاعب كان قريب جدا للاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز، أفضل دوري حاليا في العالم، ولكن لعنة الإصابات دمرت مشوار هذا اللاعب. وأنا قريت واحد التقرير اعزائي الكرام صراحة ديغوتيت والله غير ديغوتيت بخصوص هذا اللاعب، لأنه كشف التقارير أن يوسف عطال في مفاوضات مع أندية قطرية. لاعب المستوى نتاعو كان ممتاز، لاعب هذا اعزائي الكرام كان بلاصتو نورمال في الدوري الإنجليزي ممتاز مع إحدى الأفضل الأندية في الدوري الإنجليزي ممتاز، ينتهي به المطاف في الأندية القطرية. مع كل احتراماتي للأندية القطرية والبطولة القطرية، ولكن هذا اللاعب مش نتاع البطولة القطرية، ولكن لعنة الإصابات كانت عندها رأي آخر جدا. وطبعا هذا اللاعب راح يغير المسار نتاعو الى يعني مسار اخر للاسف الشديد. فنتمنوا الشفاء العاجل لهذا اللاعب، ونتمنوا لعنة الاصابات تبتعد عليه، ونتمنوا ايضا يتعاقد مع نادي في على سبيل المثال الدوري الاسباني ولا الدوري الفرنسي وما راحش للدوري القطري. مازال مبكر يعني، مازال الحال على البطوله القطريه بالنسبه لهذا اللاعب، وان شاء الله لعنة الاصابات ما تخليهش يعني يتعاقد مع انديه قطريه. وكما قلت لكم مع كل احتراماتي للبطوله القطريه، ولكن اللاعب هذا راني نشوف فيه لاعب مستواه جيد، ولكن لازم عليها اعزائي الكرام انه تبتعد عليه لعنه الاصابات. ننتقل الان الى الخبر الموالي. مصادر محليه كشفت ان الاتحاد الاوغندي لكره القدم قد اتصل اليوم بالفاف واكدت لها انها ستستقبل الجزائر في الملاعب الكاميرونيه، وطبعا بديهي ان الكاف يعني وافقت على طلب الاتحاد الاوغندي لكره القدم، لانه كنا ننتظر قرار الكاف واش راح يعني تقبل لاوغندا تستقبل المنتخب الوطني الجزائري في الاراضي الكاميرونيه او في الاراضي المصريه، ويبدو انها وافقت بتستقبل الجزائر في الاراضي الكاميرونيه. ولكن الخبر المفرح هو انه ما راحش يلعبوا في ملعب جابوما. اليوم كشف لنا موقع لو كومبيتيسيون دي زاد ان منتخب اوغندا لن يستقبل خصمه الجزائر في ملعب جابوما المشؤوم، بل ان اللقاء سيتم برمجته في ملعب اخر في دوالا، استاد التوحيد الظاهر امامكم بدوالا. حنا على كل حال فزنا ولا خسرنا في هذه المباراة يعني ما راحش نتضرروا بطبيعة الحال، لأنه ديجا رانا كاليفي، ولكن هذه المباراة مارغري أنها رسمية ولكنها بطابع ودي، وراح نستفادوا منها بطبيعة الحال باه نجربوا اللاعبين الجدد ونأقلموهم مع الريتم اللاعب الإفريقي والأجواء الإفريقية في أدغال إفريقيا. حتى صالح بيعبود الناطق الرسمي لخلية الإعلام الجزائري الفاف أكد قائلا مواجهة أوغندا في الكاميرون ستكون مفيدة لمنتخبنا الجزائري. الاتحاد الأوغندي وضع بيان باستقبال الجزائر بالكاميرون، والأمر سيكون إيجابي بالنسبة للناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه، والفرصة مواتية لبعض اللاعبين للتحضير في الأجواء الإفريقية لأننا سنلعب كأس أمم إفريقيا في الكوت ديفوار. وكذلك صرح قائلا التحضيرات لمباراة منتخب تونس الودية بدأت، والناخب الوطني كان يريد لعب ودية أمام أكبر الأندية الإفريقية والمنتخبات الإفريقية منها تونس، وعنابة جاهزة لاحتضان المباراة. فنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في هذه المباراة. كما قلنا طابع هذه المباراة
مالغري انها رسميه الا انها وديه، لان المنتخب الوطني الجزائري تاهل مبكرا الى نهائيات كاس امم افريقيا، وبما انه تاهلنا راح تكون عندنا هذه المباراه يعني مجال واسع لبالماضي باش يجرب اللاعبين ويأقلمهم كما قلنا في الاجواء الافريقيه. وحنا نتمنوا كل التوفيق للاعبين اللي راح يلعبوا كلاعبين اساسيين باش يتاقلموا، وكذلك للكوتش جمال الماضي من اجل يعني انشاء خطه جديده باش نقابلوا بها ذاكره المنتخبات الافريقيه في الكان المقبل، لان خطه المنتخب الوطني الجزائري اصبحت مكشوفه بشكل مبالغ فيه، فلهذا لازمنا خطط جديده ان شاء الله. ننتقل الان الى الخبر الموالي، اين لجنه الكاف لمعاينه الملاعب فضحت لقجع وفضحت الملف المغربي لاحتضان الكان المقبل سنه 2025، ولكن الكاف للاسف الشديد عندها راي اخر. وطبعا الذاكره باه نفهمكم واحد الحاجه، اللجنه يعني نتاع الكاف ما بعثتش اللجنه نتاعها من اجل معاينه الملاعب يعني مش تابعه للكاف، بل انه جابت لجان اخرى متخصصه في معاينه الملاعب من المانيا والمقر نتاعها في المغرب اعزائي الكرام، باه تعاين الملاعب الافريقيه للبلدان نتاعها يعني ترشحوا باه يحتضنوا كان 2025. ولكن كي جاوا للجزائر قالوا باللي انه الملاعب الجزائريه ما لقيناش فيها ولا بروبلام، وهذا الخبر شاركته معكم سابقا. وطبعا اليوم مصادر مغربيه جديده اكدت لنا قائله انه المغرب يستعد لاحتضان كان 2025 باطلاق اصلاحات في سته ملاعب، يعني سته الملاعب هذو اللي رانا نتكلموا عليهم اللي يعني الاتحاد المغربي لكره القدم دارهم في الدوسي نتاعو باه يعني ينظموا الكان كلها فاسده وتحتاج الى اصلاحات. كذلك موقع اخر sport7.ma اكد قائلا ان لجنه تفتيش الكاف تسجل ملاحظات سلبيه على ثلاث ملاعب مغربيه. يعني مصادر كثيره تؤكد لنا انه ملف الاتحاد الجامعي المغربي لكره القدم ضعيف جدا مقارنه بتاع الجزائر، وعلى شهاده من؟ على شهاده اللجنه المختصه اللي مش هي تابعه للكاف. الكاف جابتها وخصصتها باه تعاين الملاعب، ولكن مش تبع الكاف، مش تاع الكاف، لجنه يعني مستقله يعني كراتها الكاف باه تعاين الملاعب. الملف نتاع الجزائري قالوا ليه قوي حسب المصادر اللي شاركتها معكم سابقا، ولكن نتاع المغرب اعزائي الكرام قالوا باللي في البروبلام سته نتاع الملاعب لازم يتعاودوا الخدمه نتاعهم، كذلك عندهم ثلاث ملاعب فيها نقاط سلبيه كثيره جدا. فهنا لوجيك مو اعزائي الكرام الجزائريه اللي تحتضن كان 2025، ولكن الكواليس تلعب ظل كثيره كبيره على الذاكره في يعني الخفاء، فلهذا الكاف واش راح تدير؟ راح تصبر على المغرب حتى يعني يريقلوا الملاعب نتاعها عاد يعني يعلوا باللي انه المغرب فازت بتنظيم كان 2025، فظلم كبير جدا يعني في الاتحاد الافريقي لكره القدم. وشكون اللي فضحتهم؟ فضحتهم هذه اللجنه يعني المستقله اللي ولات تابعه للكاف مؤخرا اللي كراتها الكاف باه تعاين الملاعب. فاحنا رانا على حق على الذاكره، عندنا ملاعب جميله جدا يعني متطابقة مع المعايير الدولية اللي تطلبها الكاف والفيفا، ولكن الكاف للأسف الشديد عندها رأي آخر للأسف الشديد. وهذا الخبر عزيزي الكرام نتاع كان 2025 راح تروح المغرب تعرفنا عليها هذه ثلاثة أشهر من يعني صحفي موثوق جدا وإعلامي موثوق جدا ألا وهو حفيظ دراجي. بالنسبة للخبر الموالي عزيزي الكرام، رسميا يعني صرح أرز قرمان عن قضية اللاعب يونس بن علي اللي إدارة نادي نانت الفرنسي فسخت له العقد، صرح قائلا اللاعب بن علي اتخذ موقفا رجوليا بقراره تمثيل المنتخب الجزائري في كأس أمم أفريقيا. اللاعب يونس خلوق جدا ويمتلك إمكانيات جيدة، وقراره هذا نتج عن فسخ عقده مع فريق نادي نانت، والكل يتضامن مع اللاعب حتى أنا متضامن معه بطبيعة الحال، قلتها في الفيديوهات السابقة. وصرح قائلا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ستتخذ كل الإجراءات للدفاع على حق اللاعب، ومن جهتنا نحن يجب تغيير استراتيجية والعودة للعمل بالتكوين الجيد. فالشي اللي راني باغي نقوله هو راني باغي نأكد لكم الخبر اللي شاركته معكم ليلة أمس، هو أنه الفار راح تشتكي بنادي نانت الفرنسي للفيفا، وماذا بينا نشوفوا عقوبة قوية وثقيلة جدا تسلط على نادي نانت الفرنسي بسبب تعامله مع هؤلاء اللاعبين الجزائريين. ننتقل الآن إلى الخبر الموالي، مؤخرا يعني سمعنا باللي أنه كاينين لاعبين راح يجوا للمنتخب الوطني الجزائري، وكاين لاعب يعني قال أنه يريد تمثيل منتخب فرنسا ويحلم بتمثيل هذا المنتخب ويلعب معاهم في المونديال المقبل، ولكن يعني في نهايه المطاف غير رايه راح يبث المنتخب الوطني الجزائري. اللاعب اللي راح نتكلم عليه هو رومان فايبر الظاهر امامكم، واللي حذف جميع ارتباطاته مع المنتخب الفرنسي لانه مثل المنتخب الفرنسي للفئه السنيه الصغرى، وحاليا اعزائي الكرام ازال جميع الصفات التي تربطه مع منتخب فرنسا، وكذلك قام بالغاء متابعه منتخب فرنسا للامان وبعض اللاعبين الفرنسيين، وحاليا يعني حسابه مليء باللاعبين الجزائريين كخطوه اوليه لانه هذا اللاعب راه ماجي للمنتخب الوطني
وطني الجزائر، وراح يكون عنده نفس السيناريو حسام عوار، راح يخرج للاعلام عبر الموقع الرسمي الخاص بالفاف، وراح يكون عنده تصريحات وانترفيو باه يعني يبدي رايه وكذلك نيته بتمثيل المنتخب الوطني الجزائري. هذا هو اللاعب اللي راح يجي للمنتخب الوطني الجزائري، وماذا بينا تكون مفاجات اخرى وجو لاعب اخر. اللاعب علاش كان يقول بلي انه يريد ويحلم بتمثيل منتخب فرنسا؟ كان مع اولمبيك ليون، وطبعا شفنا يعني ماذا حدث للاعبين يعني اللي جاوا مثل المنتخب الوطني الجزائري في الفئه السنيه الصغرى، كي قالوا راح مثل المنتخب الوطني الجزائري وجاو يلعبوا هو كيونس بن علي فسخوا له العقد. فلهذا اللاعبين كانوا خايفين من الضغوطات الفرنسيه، اذا راح يمثلوا المنتخب الوطني الجزائري راح يفسخوا لهم العقد تاعهم ويولوا بلا انديه للاسف الشديد. فلهذا بعض اللاعبين كانوا يضطرون من اجل القول انهم يريدون لعب المنتخب فرنسا حسب رايي الشخصي والعلم لله، ولكن هذا الشيء اصبح بديهي وواضح جدا. للأسف الشديد كانت عندهم ضغوطات وما كناش على بالنا بهذه الأمور، ولكن حاليا انفضح كل شيء ورانا عارفين لأنه كاين ضغوطات عليهم حاليا، وكانوا يعني ما يقولوش حاجة من قلبهم فقط باه يحميوا الكاريير نتاعهم في نهاية المطاف يجوا للمنتخب الوطني الجزائري. فنقول لهذا اللاعب من الآن مرحبا بك يعني في المنتخب الوطني الجزائري. ننتقل الآن إلى الخبر الموالي واللي يتعلق بفارس شعيب الذي هو رسميا متواجد على الزيكران في يعني هذه القائمة الخاصة باللاعبين الذين مرشحين من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر أفريل. طبعا عدنا ديارة كذلك شعيبي كذلك تشام، فلهذا صوتوا لشعيب الزيكرا في موقع التواصل الاجتماعي. طبعا هو راه عنده اعلى تنقيط وصراحه يستحقها بدون اي مبالغه وبدون اي مجامله، لانه ما فعله في نادي تولوز الفرنسي هذا الموسم صراحه يبقى يعني مبصوم في تاريخ هذا اللاعب. على كل حال كان هذا فيديو اليوم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.